تعرف مصلحة الاستعجالات عزابة اكتضاد كبير، وهذا راجع إلى اتساع المساحة الجيوصحية اللي تهزها اون شارج هذه المؤسسة اللي تمتد على مستوى دائرتين ومع 9 بلديات، بالإضافة إلى بعض البلديات من الولايات المجاورة، بعض بلديات ولاية قالما. استعجالات موفرين 3 أطباء عامين، وكاين معنا الأخصائيين نعيطوا لهم في حالة كي نحتاجوهم. 3 أطباء هادو تلقاه في النهار كيخدم مناوبة من 4 لـ8 الصباح تلقاه معاك ب 90 مريض، واحد معاك ب 90 مريض، هو بزاف. أولا من عوامل اكتضاد مصالح الاستعجالات هي أنه المواطنين ما يعرفوش أنه مصلحة الاستعجالات مخصصة للاستعجالات الطبية الجراحية، مش الفحوصات الطبية الجراحية، لأن بعض الفحوصات تقدر تستنى الغدوة صباحا، تقدر تروح عند طبيب على مستوى العيادات اللي تابعة للصحة الجوارية. فعليا نقطة المناوبة راهي أولوية في مدينة عزابة، لازم تفتح. في روح البلايص خلاف ما كاينش ما دايرة، ما شاف ليو الدايرة ما فيهاش نقطة مناوبة.